نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في تغطياتنا الخاصة لدورة الألعاب الرياضية الثانية واللي تشهد عدد من المسابقات والنشاطات والفعاليات الرياضية. أعزائي المشاهدين خلوكم معنا بعد الفاصل نشاهد معاكم أحداث جديدة، تابعونا. شهدت الدورة الرياضية الثانية للاتحاد الرياضي المدرسي على العديد من المشاهد والروح الرياضية الشبابية الجميلة في ثاني مباريات دوري كرة القدم الصالات للرجال. أقيمت مباريات الدورة الرياضية الثانية للاتحاد الرياضي المدرسي على ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث واجه فريق الجامعة الأمريكية الدولية نظيره فريق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي لكلا الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما، هذا بالإضافة إلى خوض كلية التطبيق مباراتها مع كلية القانون الكويتية، حيث أعلن انسحابه فريق كلية القانون بعد أن سددت كلية التطبيق 3 أهداف على مرماهم دون مقابل لكلية القانون ليكون فريق التطبيق الفائز في المباراة. كانت تلك أجمل مباريات كرة قدم الصالات للرجال للدورة الرياضية الثانية للاتحاد الرياضي المدرسي، ولكن لمن سيكون الفوز والصدارة؟ يعطيكم العافية على المتابعة هذه، ومشكورين طبعا على الدعم هذا الإعلامي، لأن صراحة البطولة محتاجة دعم إعلامي. بطولة صار لها 2 سنين الحين، جدا ممتازة حق الطلبة، في تفاعل قوي من الطلبة بالمشاركة، في منافسة وايد قوية بالبطولة، قاعد ألاحظ أن جميع الجامعات مشاركة بقوة بالبطولة، قاعد جهز حق البطولة بشكل قوي، وإن شاء الله البطولة نستمتع فيها. والله ان شاء الله فايزين، مستعدين حق المباراه، مجهزين الفريق، وباذن الله ان شاء الله راح نكون فايزين بالمباراه. ان شاء الله تجهيزاتنا لهذه البطوله ان شاء الله نوصل للنهائي، ان شاء الله ناخذ البطوله، واحنا اول مره حققنا هالبطوله، ان شاء الله نحققها هالموسم. توقعات المباراه، والله الفريقين زينين، ان شاء الله ناخذ 3 نقاط. اليوم ان شاء الله مباراه جامعه امريكيه، فتوقعاتنا ان شاء الله 2-1 حق جامعه الخليج ان شاء الله. تجهيزاتنا تقريبا صار لنا شهر نتمرن وحق البطوله هذه، وان شاء الله باذن الله قدها. فريقنا اليوم جاهز، وهم فايزين علينا قبل جيم، ان شاء الله هذا جيم رد الثار، ان شاء الله فريقنا جاهز ويقدها اليوم. الحمد لله جاهزين، ورمضان احس اعطانا بوش شويه. الله راح يوفقنا بهالمباراه، لان فازوا علينا المره الجايه، ان شاء الله جايين نستذبح عشان ناخذ الفوز ان شاء الله. اي ان شاء الله مثل ما قلت لك، نبي نفوز. المرة اللي طافت خسرنا، إن شاء الله هالمرة مباراة ثانية راح تكون. والله تدربنا يعني بشكل قوي، وإن شاء الله الله يوفقنا عاد.
تجهيزات احنا قاعد نتمرن تقريبا يومين وثلاث ايام بالاسبوع بالجامعه، تقريبا من ساعتين الى ساعه ونص، منها اللياقه ومنها التسخين ومنها نرتب الخطط حق الفريق. ان شاء الله احنا خسرنا المباراه اللي فاتت من الفريق نفسه، وان شاء الله نعوض بالمباراه هذه. والله ان شاء الله ان شاء الله نمتد الصعوبات هذه، والخلل كان عندنا خلل بسيط بس بالخط الخلفي، ان شاء الله راح يتعدل بالمباراه هذه. الى هنا نصل معكم اعزائي المشاهدين الى ختام رسالتنا لهذا اليوم، نتمنى تكون حازت على رضاكم، ونشوفكم في تغطيات قادمه، ومع السلامه.